دلوقتي هنروح نتابع مع حضراتكم ملخص اللي حصل امبارح في الحلقات ال 12 لمسلسلات رمضان، واللي كان فيه احداث كتيره وتفاصيل مهمه هنعرفها من خلال هذا التقرير. الحلقات ال 12 من مسلسلات رمضان شهدت احداث مشوقه. خلونا كالعاده نبدا بمسلسل الاختيار 3 واللي جت بعنوان بورسعيد. رصدت الحلقة تفاصيل أحداث بورسعيد اللي عقبت الحكم على المتهمين في أحداث بورسعيد، وأعلن محمد مرسي حالة الطوارئ وحظر التجوال على مدن القناة، مما تسبب في خروج المواطنين للشوارع وكسر حظر التجول. كمان تناولت الحلقة زيارة مرسي لألمانيا وفشلوا في إقناع ميركل بتخفيض ديون مصر لدى ألمانيا، مع عرض فيديوهات حقيقية من تناول وسائل الإعلام للزيارة دي. وكشفت الحلقة عن تسريب جديد لحوار ما بين القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة الإرهابية وهو بيتكلم عن التنسيق بينهم وبين حركة حماس. لأن لو حصلت ثورة انتياع في خطر على مصالحكم وعلى مشروع إسرائيل. النهاردة لما الشعب قال عايز يروح للحدود مع إسرائيل، إحنا كلنا وقفنا وقلنا له لأ، واتصلنا بخالد مشعل وقلنا له طلع على البيان على الإعلام والنت وقول إحنا مش عايزين من مصيرنا هم يروحوا. فإذا النهاردة إحنا دلوقتي ما إحناش عايزين، مش عايزين انهيار في البلد، مش عايزين فوضى، مش عايزين تخريب ولا حتى ضد مصالحنا، إحنا مش في حرب مع حد. وفي الحلقة الـ 12 من مسلسل العائدون اجتمع علاء مع جمال صاحب القناة وعزة المذيع علشان يتفقوا على موضوعات جديدة يقدموها. علاء كان ماسك القلم اللي أخده من الضابط عمر، لكن جمال خد منه القلم، وهنا علاء تمالك أعصابه وظهر بثبات دون أي رد فعل، لحد ما اقترح عليهم فكرة وطلب ياخد أجازة باقي اليوم علشان يشتغل على تنفيذها. خرج من اللقاء وقابل نادين اللي أخدته العمر. هنا علاء كان متوتر جداً واعتقد أنه اتكشف بعد ما جمال خد منه القلم اللي ممكن يعرف أن فيه كاميرا مراقبة، لكن الضابط عمر طمنه وقال له أنه قلم عادي وأنهم مش هيحطوه في مهمة غير وهو جاهز، لأن أمنه بيهم الجهاز. هنا عمر اداله ملف وفلاشة عليها الماتيريال اللي قال عليهم في القناة وإنه رايح عشان يجيبهم. بدأت الحلقة 12 من مسلسل مكتوب عليا بكتابة كلمات جديدة على إيد جلجل، اللي لما صحي من النوم ولقى مكتوب على إيده 104 ملايين وإنت حر. وهنا بيبدأ رحلة جديدة في حل اللغز. والده ووالدته طلبوا منه يروح للمحكمة علشان يحضر جلسة متعلقة بميراث والدته. نزل من بيته ولقى بدوي مستنيه وطلب منه يجي معاه علشان يطلق أخته. جلجل اتهرب منه وراح لبيت سلمى اللي حاولت تطرده، لكن قدر يهديها ويقنعها بموقفه من رؤى وطلب منها تديله فرصة تانية. الحلقة الـ 12 من مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيلي كريم شهدت سقوط ورسوب بنات فاتن في الامتحانات، وهنا حست بالفشل، وده اللي خلاها تفكر ترجع لطليقها وتسيب مركز استضافة المرأة، لكن أصدقائها في المركز أقنعوها تستنى للصبح. فاتن سمعت كلامهم ونزلت واتفاجئت إن واحدة من صديقاتها اللي رجعت لجوزها من كام يوم جت مركز الاستضافة مرة تانية بسبب الاعتداء عليها مرة تانية من الزوج. وفي مشهد تاني اتقابلت فاتن مع ميسون وطلبت منها توصلها لمصنع نظيمة والدة طليقها سيف، لكنها رفضت. جسفت دينا الشربيني في الحلقة 12 من مسلسل المشوار بالأمان والستر اللي بتعيش فيه في منزل شامل، وقررت تتصل بأختها حياة علشان تقابلها بدون ما ماهر جوزها يعرف، وفعلاً جسفت ورد بكل حاجة علشان تصالح أختها. وفي نفس الوقت ورد بتواجه مضايقات وتلميحات من شامل، خصوصاً مع الحرب الكلامية اللي بينه وبين ماهر ورغبته إنه يخليها تشتغل معاه في الغنى. الحلقة الـ 12 من مسلسل في بيتنا رابط شهدت أحداث كتيرة، منها استمرار سارة في محاولة إعادة الذاكرة لزوجها يوسف، لكن كل محاولاتها ما نجحتش. ما لقيتش حل غير إن هي تتصل بالدكتورة بتاعتها علشان تساعدها، وبعد مشاورات اقترحت عليها تخليه يروح للشركة بتاعته وفي نفس الوقت ما تروحش معاه. وفعلاً يوسف راح الشركة لوحده، وبمجرد ما شافته هدير السكرتيرة اعتذرت له بسبب إنها كانت بتاكل على المكتب، لكن السكرتيرة اتفاجئت بأسلوبه في الحوار معاها واحترامه ليها. كمان بدأت الحلقة الـ 12 من مسلسل الكبير قوي بظهور كابتن أماينو اللي بتجسد شخصيتها شيماء سيف مدربة الأحمال البدنية، وكانت المفاجأة لحزلقوم إنها ما بقتش تشوف وكمان أصبحت قاعدة بعد الحوادث اللي تعرضت لها واللي كان حزلقوم سبب فيها. من هنا بقت مدربة قاعدة بعد ما كانت رافعت أثقال دولية. من ناحية تانية بيعاني الكبير من حلقوم ابن حزلقوم
بعد ما ساب ويقوم برحلة بيدور فيها عن والدته، وبيتفاجئ الكبير بأنه سيطر على أولاده العترة وجوني من حيث اللبس وطريقة الكلام.